السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم جيت معكم بواحد الفيديو غادي نوجدو فيه كريم كراميل، مع انه كنحتاجوه بزاف في رمضان. غادي نوجدو معكم اليوم. ما تنساوش البنات اللي اول مره غادي يزور القناه ديالي، ما ينساش يشترك معنا في القناه ويخلي لي تعليق، وما ينساش لايك حتى هو. يلا البنات نبداو، هنا نبداو في الطريقه ديال التحضير. هنايا اول حاجه غادي نبدا بالكراميل. الكراميل غادي نحتاج فيه، عندي 100 غرام ديال السكر سنيده، وعندي 30 غرام ديال الماء. غادي ندوز نديرو فوق البوطه يطيب، غادي نديرو فوق البوطه يطيب، يعني حتى غادي يولي معايا كراميل. وباش غادي نعمرهم في هاد الليمون هادو، انا غادي ندير هاد الليمون هادو ونرجع معكم بعد ما يطيب لي الكراميل. دابا غادي ندوز نديرهم في هاد لي غامكان بحال هكا. صافي دابا هنا غادي نخليه، غادي نخليهم حتى يجمدوا، يعني حتى يقصح معنا الكراميل. وغادي ندوز دابا باش غادي نوجد الحليب. الحليب غادي ندير هنايا، عندي نص لتر ديال الحليب، وغادي ناخذ جوج معالق ديال الفاني، معالق صغار. جوج معالق صغار ديال الفاني، وغادي ندوز نديرو هكا يطيب فوق البوطه. خصني نخليه حتى يفيض، يعني يطيب. هو باش غادي نخلط هاد البيض مع السنيده، وغادي ندوز ندير الحليب فوق البوطه يطيب. طاب لي الحليب، هنا غناخد دابا ثلاثه ديال البيضات، ثلاثه ديال البيضات كاملين على 50 غرام ديال السكر سنيده. صافي وغادي نطرب مزيان هكا. وغادي نبقى نزيد الحليب شويه بشويه. الحليب البنات تبقاو تزيدو غير شويه بشويه، لان سينو غادي هاد البيض غادي يطيب مع الحليب. صافي وكنبقى هكا كنحمش. غادي نعاود نردو من هنا الكاسرونه، ناخذ هاد الليمون ديالي صافي، وغادي نبقى نعمر. غادي نعمرهم هادو، راه نتوما كتشوفوا البنات راه هاد الكراميل راه قصاح، ضروري خصو يكون حتى قصاح عاد تعمرو فيهم الحليب مع البيض. صافي دابا غادي ندوز ندخلهم الفران، غادي ندخلهم الفران. اول حاجه قبل ما غادي ندخلهم الفران غادي ندير هنايا الماء، يعني غادي يطيبوا في بالماضي.
ثم ديروا الماء سخون او الماء بارد. انا هنا عندي الماء دافي شويه. حاولوا ما تقيسوش البنات هذا الحليب الخليط ديال الحليب والبيض بالماء هكا، يعني غير كنوصلوا النص ديال اللي غامكان صافي وكنوقفوا. دابا غادي ندخلهم الفران على 170 درجه مده 45 دقيقه وهكاك، وانا كنراقب. غدوز 45 دقيقه غادي ناخذ موس وغادي ندخل فيهم موس، وغادي الا خرج الموس نقي يعني راهم طابوا، خرج بلي باقي فيهم ليكيد لداخل يعني راه مازال ما طابوش. غادي نخليهم في الفران واحد 5 دقائق او 10 دقائق وانا كنراقب معاهم ونرجع معاكم بعد ما يطيبوا لي لي كريم كراميل ديالي ونوريكم الشكل النهائي. لما وجد لي كريم كراميل ديالي كيجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا انتم البنات، كيف ما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل، يعني كيجي طايب هذا الصراحه. راه البنات من الاحسن توجدوه في الدار، حسن ما تشريو داك الفلون اللي كيتباع في الباكيات ديال درهم، هذا احسن منه 1000 درجه. بعدا كتاخدي شي حاجه نقيه وديال الدار. شوفوا البنات راه كيجي طايب، ها كيجي طايب وزوين صراحه، بنين من الداخل انتما كيفاش كيجي طايب. كنتمنى البنات كنتمنى البنات تجربوا هاد الوصفه هذه اللي عطيتكم، ما تبخلوش عليا باشتراك في القناه ودعموني باللايكات وبلي بارطاج ماكسيموم، وتخليوا لي تعليق. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.